ولا يدانيهم أحد في الصحبة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحاب. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وإذا الأئمة رحمهم الله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يرون أن الصحبة لا يعدلها شيء، ومع ذلك فهم يرون أن معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية، ولكن لا يمكن أن يتساويا في الفضل. لما؟ لأن معاوية رضي الله عنه ظفر بفضل الصحبة. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لو جاء أحد بعدهم فكان له فضل بعلم فإنه لا يساوي أحدهم في الصحبة أبدا. ولذا باتفاق المسلمين معاوية رضي الله عنه هو أفضل ملوك المسلمين، وأهل السنة والجماعة يقولون إن ملكه ملك ورحمة، وهذا كله من الابتلاء والاختبار والامتحان. فنسأل الله يجنبنا الفتن، ورضي الله عن صحابة رسوله عليه الصلاة والسلام أجمعين.